السلام عليكم، ازيكم يا طلابي الأعزاء؟ أولا بشكركم على حسن المشاركة في القناة والأسئلة الرائعة اللي بتتواصل وتوصلني، وده بيخليني أتشجع إن أنا أسجل لكم حاجات تفيدكم أكتر. فيديو النهاردة هسجل إن شاء الله طريقة كتابة المراجع. المراجع بتاعنا في ناس أكيد جمعت مراجع عربي ومراجع أجنبية، فانا هاجي في الاخر كده هكتب ورقة، بداية الورقة هي المراجع، عشان محدش يجي يقول لي بقى المراجع اتزقها في الورقة اللي قبلها ولا لا. ابدأها من صفحة جديدة واكتب كده المراجع، واقسمها لقسمين، اولا المراجع العربية وثانيا المراجع الاجنبية. انا هبدأ معاكم ان شاء الله دلوقتي ازاي اكتب المراجع الاجنبية، والفيديو الجاي باذن الله هقول لكم ازاي نكتب المراجع العربية. تمام، نقول كده بس بسم الله الرحمن الرحيم بقى ونبدأ. وليكن ده البحث اللي أنا نزلته عشان أكتب منه المعلومات اللي هتفيدني في البحث الخاص بتاعي يعني. تمام، المطلوب مني هنا ايه عشان أكتب المرجع؟ التايتل بتاع البحث أو العنوان، والمجلة اللي هي دايما دي مجلة دايما تلاقيها تبدأ بحرف الجي، جورنال يعني مجلة. تمام، والمؤلفين للبحث دول او الاوثرز اللي هم كتبوا البحث والفوه. تمام، طيب انا دلوقتي عندي كم مؤلف؟ ده كده واحد، الفصلة المنقوطة دي بتفصل ما بين مؤلف او اكتر. تمام، يبقى كده التاني، وفصلة منقوطة هنا كمان هي، يبقى ده كده التالت، وفي الاخر اند المؤلف الرابع. يعني انا معايا دلوقتي اربع مؤلفين، انا هتعامل بالبحث ده هعتبر ان هو مؤلف واحد ومؤلفين وتلاتة فأكثر أو أربعة زي ما هو موجود. فأنا في الأول هعتبر إن هو بحث فردي، يعني عليه المؤلف الأولاني ده بس لوحده كده. تمام، عشان أجي أكتب الريفرنس بتاعه جوه عندي في البحث هعمل إيه؟ أولا الريفرنس ليه طريقتين في الكتابة، أو هيتكتب في مكانين جوه البحث بتاعي. أول مكان هيتكتب فيه جوه نص البحث نفسه اللي هو عند متن البحث. يا جماعة هيتكتب ازاي؟ يعني مثلا وليكن ده متن البحث اللي انا واخداه، الجملة دي انا واخداها من البحث اللي انتوا شفتوه. فانا هاجي هنا اكتب في اول البحث او في اخره المرجع، مش فارقة سيان، هاخد اول اسم كده اللي هو وليكن ايه عبد السلام، وسنة النشر اللي هي ايه 2018، وابدأ هنا اكتبها يا في اول الجملة يا في نهاية الجملة، في نهاية الباراجراف يعني. اكتب كده عبد السلام 2018، و 2018 دي هتبقى ما بين قوسين، واحط بعد كده نقطة واكمل الباراجراف بتاعي عادي. طيب ملاحظين حاجة؟ ان انا الاسم والسنة عاملاه بولد، ده من شروط الكتابة ان يبقى الاسم والسنة تكون بولد والسنة ما بين قوسين. طيب انا الريفرنس بتاعي هكتبه اول الباراجراف اللي انا واخداه من قلب البحث ده. طبعا الباراجراف ده انا عايزه صياغته باسلوبي انا، تمام، دي حاجه مفروغه منها. اكتبه اول باراجراف او اكتبه في نهايه الباراجراف، سيان مش فارقه كتير. تمام، يبقى ده شكل ايه الباراجراف بتاعنا وشكل الريفرنس جوه التكست او جوه نص البحث. طيب لو انا عايزة اكتب الريفرنس بقى اللي هو الفردي، لو كان باحث فردي اكتبه في صفحة المراجع، هاجي هنا هكتبه ازاي؟ اروح للبحث بتاعي اخد اسم الباحث كده كامل، تمام، وابدأ اعمل كنترول في يعني لصق. تمام، وبعدها اكتب السنة اللي هي 2018، وبعدها احط نقطة، وبعد كده اروح اجيب التايتل العنوان اللي هو اللي انتوا شايفينه ده اللي انا حددته ده العنوان، اعمل له كنترول سي يعني نسخ، وبعد كده كنترول في لصق، وابدأ انسق كده الكلام بتاعي. تمام، وبعد كده اخر حاجة هاخد مين؟ المجلة. المجلة دايما بتبدأ بحرف الجي اللي هي جورنال، وابدأ اروح اعملها لصق، احط نقطة الاول، وبعد كده اعمل ايه كنترول في اللي هي لصق. طيب محتاجين بقى ننسق الكلام، اعمل دبل كليك على الباراجراف كله
او احدد الباراجراف بتاعي كله بالشكل ده، واروح فوق هنا هختار تايمز نيو رومان، واختار مقاس ايه الفونت بتاعي 14، واشيل علامة البولد، واقف هنا كده امسح ايه السطر ده. يبقى انا كده نسقت. طيب في حاجة مهمة، اسم الاوثر والسنة لازم تكون بولد، هي مقاسها 14 اهيت بس لازم تكون ايه بولد. يبقى انا كده كتبت المرجع لو هو فردي. طيب لو المرجع بتاعي ده عالمين على البحث اللي انا جايباه، او مؤلفين، اتنين مؤلفين للبحث، وليكن الاسم ده والاسم ده، اكتبهم ازاي جوه التكست وفي الريفرنس تحت؟ جوه التكست هناخد الفاميلي نيم بتاع الاسم الاول، واقول اند الفاميلي نيم للاسم الثاني، يعني هيبقى بالشكل ده. تمام، جوه التكست بقى هنروح هنا كده، ده التكست اهوت، اكتب ايه وليكن عبد السلام and هالة. تمام، وما بين قوسين هنا اكتب ايه 2018 عادي خالص ما فيهاش اي مشكلة، يعني خدتها كوبي من هنا هكتبها برضو جنبها، وارجع اعيد ايه الصياغة بتاعتي. يبقى لو عالمين هكتب الفاميلي نيم للعالم الاول and الفاميلي نيم للعالم التاني. طيب شكله هنا في الريفرنس هيبقى مكتوب ازاي يا جماعة؟ هيبقى نفس الحكاية، هاخد نفس الفاميلي نيم كامل والابريفيشن بتاع الاسم الاول والاسم ايه التاني، يعني انا هاخد كل الجملة دي كده على بعضها، كنترول سي، وابدأ اروح اسيفها عندي كنترول في. تمام، هو نفس التنسيق حتى متنسق، واحط لازم الفاصلة المنقوطة دي تفصل ما بين العالمين، ده لو في حالة اكثر من عالم، هنا بس انا اعتبرهم عالمين بس، فانا هحط بدلها and. تمام، وما بين قوسين هكتب سنة النشر اللي هي وليكن 2018، وبعد كده هكتب التايتل بتاعي عادي، تايتل العنوان مفيهوش اي مشكلة، وايه والمجلة، يعني زي الجزء المتشابه من اللي فوق ده، كنترول سي وكنترول في. هنسق برضو الباراجراف عشان هو تنسيق ومختلف، عشان انا واخده كوبي من ملف البي دي اف كده تقريبا اتنسق. تمام، طيب لو العلماء بتوعي زي البحث بتاعنا بقى فيه اربع علماء على البحث، هكتب ازاي في التكست وفي قائمة المراجع؟ في قائمة المراجع هاخد كل اسماء العلماء بتوعي دول واحطهم بالشكل ده. تمام، الفاصل ما بين كل اسم والتاني الفاصلة المنقوطة. طيب الفاصلة المنقوطة دي جبتها ازاي؟ ضغطت على حرف الكاف من الكيبورد، واللغة بتاعتي انجليش، يعني لغة الكتابة انجليش، اضغط على حرف الكاف هتلاقي الفاصلة المنقوطة تظهر معي. يبقى ده اسم العالم الاول فاصلة منقوطة، الاسم العالم التاني والتالت، العالم القبل الاخير بقى على طول، يعني ده الاخير اهوت، اقوم كاتبه ايه ما بينه وما بين اللي قبل الاخير كلمة and. تمام، وبعد كده هكتب بقى ما بين قوسين سنة النشر 2018 نقطة، واكتب عنوان البحث والمجلة اللي انا لقيت فيها البحث ده. تمام يا شباب، مفيش اي مشاكل خالص، وابدا احدد واعمل التنسيق بتاعي اظبطه، تايمز نيو رومان والمقاس ايه 14، ونخلينا فاكرين اسماء العلماء دايما او المؤلفين بتكون ايه لازم تكون بولد. تمام، طيب الاسماء العلماء دول جوه التكست اللي هو على البحث اكتر من عالم، جوه التكست اكتبها ازاي؟ اكتبها بالشكل ده، هاخد الفاميلي نيم للعالم الاول اللي هو كان اسمه عبد السلام. تمام، اعمل له كنترول سي، وابدا هنا اعمل كنترول في، اوكي بس هننسق. يبقى اخدت كوبي من اسم العالم الاول الفاميلي نيم بتاعه، واكتب اي تي اي ال دوت،
وافتح ما بين قوسين اكتب سند النشر. طيب ايه كلمة إيتال دي اللي هي ETAL نقطة؟ إيتال دي يعني وآخرون، يعني أنا عايزة أقول عبد السلام وآخرون سنة 2018 قاموا بدراسة مش عارفة إيه على كذا، تمام؟ طيب الإيتال دي لازم تكون مايلة، واخدة خط الميل، عشان تبقى مايلة أحددها كده وأروح أعمل على الإيتاليك ده وأضغط عليها، بقت واخدة ميل أهي يا جماعة، تمام؟ بس كده واكتب النقطة وبكمل الباراجراف بتاعي اللي أنا عايزة أكتبه. يبقى ده في حالة البحث لو هو فردي عبد السلام، الفاميلي نيم بتاع اسم الباحث عبد السلام 2018 ودي سنة البحث ما بين قوسين. لو البحث عليه عالمين أو مؤلفين هما اللي مؤلفين البحث، يبقى الفاميلي نيم للباحث الأول and الفاميلي نيم للباحث الثاني، وما بين قوسين هحط إيه؟ سنة النشر، وبعد كده نقطة وأكمل الكتابة بتاعتي عادي. لو هم أكتر من ثلاثة، ثلاثة فأكتر، يبقى أكتب الفاميلي نيم للباحث الأول وبعد كده كلمة إيتال وتكون واخدة الستايل الإيتاليك المائل، بضغط عليها من هنا وما بين قوسين سنة النشر، تمام؟ مفيش فيها أي مشاكل خالص، ده شكل الكتابة بتاعتي. لو أنا جايبة برضو كتاب مكتبة هشوف المؤلف وأكتبه وأتعامل معاه نفس الحكاية، تمام؟ طيب بس كتاب، لو انا جايبه كتاب الكتروني او كتاب مثلا عندي متعلق بالعلم اللي انا هعمل عليه بحث ده، انا كتبت اسم المؤلف اهو، تمام؟ وليكن الكتاب فردي هنتعامل مع النسخه الفرد دي، يبقى انا كتبت اسم مؤلف الكتاب، هاخد الفاميلي نيم بتاعه وليكن اسمه مثلا ابراهيم الفقي، يبقى هكتب الاول الفقي كما ابراهيم، يبقى حرف ايه؟ الاي، تمام؟ اكتب حرف الاي اختصار واحط ايه؟ دوت نقطة، وما بين قوسين سنة النشر للكتاب وليكن 2010، تمام؟ وبعد كده احط نقطة واكتب بعد كده ايه؟ عنوان الكتاب، تمام؟ لو الكتاب مثلا بالانجلش انسكت مورفولوجي وليكن، تمام؟ وبعد كده اقوم حاطة نقطة ودار النشر، من اول مكان المجلة دي هحط دار النشر اللي نشر الكتاب، دار المعارف، دار المنظومة، اي دار نشر موجودة عندي على الكتاب، وفي الاخر اكتب مكان دار النشر اللي هي القاهرة، اسكندرية، السعودية، على حسب البلد اللي الكتاب ده اتنشر فيه، تمام يا جماعة؟ ده التعامل بالنسبة للكتاب لو انا بعمل مرجع لكتاب. طيب انا كده يعتبر خلصت كل اللي انا عايزه اقوله على المراجعه، بس في حاجه مهمه، الابحاث الاجنبيه ساعات بتنزل ايه؟ الاسم ما بينزلش مختصر زي هنا كده، ممكن البحث بتاعي اللي انا منزلاه اخد منه معلومات الاقي اسماء العلماء بالشكل ده، اسماء كامله مش مختصره زي البحث اللي احنا شفناه من شويه. طيب انا اعمل ايه؟ اخر اسم ده هو البحث ده دلوقتي مؤلف من عالمين، ده اول عالم وفي كما وده العالم رقم 2، يبقى الاسم الاخير ده هو الفاميلي نيم، يبقى اسمه سوكرز، هاخد الاسم ده كوبي كده كنترول سي واروح اكتبه عشان اوريلكوا بس هيتكتب ازاي في الريفرنس، تمام؟ كتبت وبعد كده ايه؟ كما، تمام؟ وبعد كده هعمل ايه؟ اختصار للاسم الاول والتاني اللي هو حرف البي وحرف الجي، هكتب حرف بي كابتل طبعا والجي كابتل ودوت، تمام؟ وبعد كده اكتب اند واروح اجيب الفاميلي نيم بتاع الاسم التاني، تمام؟ نجيب البحث كده اهو، اجيب ايه الفاميلي نيم هيبقى ده، بس الاول لازم اكتب اختصارات الاسم اللي هو الجي والجي، يبقى هكتب هنا and g capital dot g capital dot، تمام؟ وبعد كده كما واروح اجيب اسم الفاميلي نيم بتاعه اللي هو status control c واعملها هنا paste، وسنة النشر بتاعنا اللي هي تقريبا كام؟ 2015، تمام؟ 2015. هنسق بس عشان الخط ايه
يبقى مظبوط زي ما هو مطلوب مننا كلنا، يبقى مقاس 14 وبولد والكلام. بس هنا تحس فيه حروف كابيتال وحروف سمول، هبدأ اصغرها. عارفين عشان تصغروا تعملوا ايه؟ شيفت اف 3. تمام، ودي برضو نفس الحكاية، شيفت اف 3 مرة ومرة كمان عشان اول حرف يبقى كابيتال. تمام يا شباب، يبقى دلوقتي الستايل عندي ازاي؟ لو انا عندي بحث جاي لي الاسماء كاملة كده، مش زي البحث السهل اللي هو جاي منسق بالاسماء بتاعه اللي انا هاخدها جاهزة زي ما هي. لو البحث جاي لي بالاسماء كاملة كده، يبقى انا الاسم العالم الاول هاخد الفاميلي نيم بتاعه اللي هو اخر اسم، ده هكتبه الاول زي ما هو شايفين كده اهو، وبعد كده هختصر الاسم الاول والتاني ليه، هاخد الحروف الاولانية وهحط جنبها نقطة زي ما احنا شايفين كده، سوكرز بي جي، اند الاسم التاني العالم التاني بقى هعمل ايه؟ اختصر اسمه الاول اللي هو الاسم الاول والتاني حرف الجي والجي هختصرهم، وبعد كده الفاميلي نيم هكتبها كاملة بعد ما اكتب الحروف المختصرة بتاع اسمائه الاولانية، يعني جي جي كما اسم الفاميلي نيم وبعد كده ايه؟ سنة النشر، وبعد كده هحط دوت. تمام، نكمل بقى البحث واجيب ايه التايتل، اقول كنترول سي واروح اكتب التايتل بتاعي. تمام، هننسق بس في الاخر، وبعد كده اروح اجيب ايه الجورنال. الجورنال هنا اجيبها منين؟ مفيش كلمة جي زي ما انت قلتي، الجورنال دايما بتبقى مكتوبة في اول بحث كده اهوت، بوليتن اوف انسكتولوجي. تمام، وده المجلد بتاع المجلة دي، وده العدد رقم 2 جوه المجلد، والرقم اللي احنا شايفينه 193 ل 198، يعني ده عايز يقول لك عدد الصفحات، البحث ده عدد صفحاته من كذا لكذا. تمام، وسنة النشر 2015 اللي احنا كتبناه. اخد الكلام ده كوبي واروح ابدأ احطه بعد ايه التايتل، احط نقطة واسيب مسافة واحط ايه، اوكي احنا نسينا ناخده كوبي، اروح اخده كوبي تاني، رايت كليك كوبي، بعد كده هروح ايه اعمل له سيف. هنسق بقى الخطوط بتاعتي، تايمز نيو رومان مقاس 14، هشيل البولد واحطها، اشيلها اظبط كده الدنيا. البولد هتبقى محطوطة على اسماء العالم بتاعي بالشكل ده. تمام، وفي الاخر كده خالص هحط دوت. طيب 2015 دي ملهاش اي لازمة عشان مكررش، مفيش تكرار في البحث. ماشي يا شباب، لو جينا نشوف الكلمة دي ايتاليك هي متحددة، هنستقى اشيل منها ايه الايتاليك. تمام، الايتاليك بس لازم يكون موجود في الاسماء اللاتيني. شايف ده اسم لاتيني افس فابا، ده اسم نوع من انواع حشرات المن، لازم يكون ايتاليك فاسيبه ايتاليك، لكن الكلام العادي ما ينفعش اسيبه ايتاليك. تمام، في اختصارات للمجلات ان احنا بنختصرها بس يعني تخفيفا عليكم، مش مشكلة حطوا اسم المجلة عشان ما تتوهوش لسه في الاختصارات، خصوصا ان انتوا لسه تمهين. لسه في نقطة أخيرة، الباراجرافات تحسها ملزقة كلها على بعضها، احنا متفقين ان المسافة بين الفقرات سطر ونص، يبقى احدد كده واعمل رايت كليك اضغط على باراجراف، وبعد كده هختار من هنا ايه سطر ونص اهيت. وحاجة كمان لسه بقى، وانا لسه فاتحة النافذة دي، المربع اللي فوق ده هختار كلمة هانجينج يعني معلقة، لو انت شغال بالعربي هتلاقيها مكتوبة اسمها كلمة معلقة، وهبدأ اقول له ايه اوكي. تمام، في لسه تنسيق معايا الا وهو ايه الجاستفاي، عشان اعدل حدود السطر معايا. شايفين هنا من هنا كده الكلام مش متناسق، واحدة داخلة واحدة طالعة وهكذا، اما اعمل جاستفاي كله بقى شايفين على خط واحد والكتابة بتاعتي منظمة ومنسقة. تمام يا شباب، ده شكل المراجع الأجنبي، كتابتها سهلة جدا. عرفنا ان المراجع بتتكتب بطريقتين، لازم تكتبها جوه البحث تمام، وتكتب بقية المرجع بالتفصيل بعنوانه وباسم الباحث بالكامل هنا. طيب حاجة مهمة في المراجع برضو، المراجع دي بتتكتب ترتيب ألفابيتك،
يعني ايه الفابيتك؟ يعني ابجدي، يعني A B C D، تمام؟ بالترتيب كده، تمام. طيب ارتب ازاي؟ ان انا ممكن احدد واختار من هنا، شايفين العلامة دي A to Z، اقول له والله اعمل لي دوت، اختار على ده اللي هو ترتيب ايه تصاعدي من A to Z، وابدأ اقول له ايه اوكي، فهو يرتبهم لي A to Z. لو خدنا بالنا هو بدأ بأول واحد بس، لان ده عبد السلام، ده هو اول اسم، لكن هنا عبد السلام ايتال وهالة، بدأ بالتاني عشان هو شخصين، لكن هنا ده رغم ان الاول حرف الاي لكن خلاه رقم ثلاثة لان هم اربع اشخاص، فهو بيرتب اول كلمة كده ابجدي، بعد كده لو في كلمات الاولى يعني البحث الاول والتاني متشابهين في نفس الكلمة يبدأ يبص على اللي بعد كده، فاهمين ازاي؟ انت بس بتحددها وتختار له A to Z، هو بيبدأ ينسقها بنفسه، بس دي معلومة ليك، لازم يبقى الريفرنس مترتب ترتيب ابجدي. طبعا انتوا في الغالب مستخدمين 2 أو 3 ريفرنس او 5 أو 6، سهل ان انت ترتبهم مانيوال لو مش عارف تجيب A to Z دي، بس هي تلاقيها واضحة عندك اللي هي من خانة sort. sort يعني فرز او ترتيب، ترتيب من A to Z، تمام يا شباب. ده كل اللي انا عايزة اقوله على المراجع، عايزة افرجكم بس هنا على مراجع من الرسالة العلمية دي عندنا، شايف شكل المراجع متقسمة ازاي؟ زي ما انا قلت لك واتكلمت معاك، كلها منسقة بشكل واضح جدا، تمام. طيب جوه النص بقى، لو هي جوه النص، طبعا احنا الرسائل بنكتبها بالانجلش، فشوف جوه النص ده اسم العالم اهوت، يبقى ده دليل ان هو عالم ايه فردي، وما بين قوسين السنة، ده برضو عالم فردي ما بين قوسين السنة، ده عالم فردي ما بين قوسين السنة. طيب حاجة مهمة برضو، المراجع دي عشان اكتبها في التكست لازم اكتبها بالترتيب بقى ايه الزمني، ترتيب زمني مش ترتيب ابجدي. يعني ايه؟ يعني البحث القديم هكتبه هو الاول، والبحث الجديد هكتبه بعده، يعني زي ما انتوا شايفين كده، ده سنة كام؟ 1981، ده 83، ده 83، ده 2003، ده 2004، فاهمين ازاي؟ رغم ان ده حرف البي قبل الجي، قبل الجي، تمام؟ في الترتيب الابجدي، لكن انا في ترتيب الريفرنس جوه التكست برتب ترتيب زمني، الاقدم فالاحدث، القديم الاول وبعد كده ايه؟ الحديث. لو جينا ننزل كده شوية اهو، كله حديث، هنا شايفين ديت اهي، بس دي ايتال، المفروض تبقى ايه؟ ايتاليك، مايلة، تمام؟ يعني ده معناه عالم ومعاه اكتر من عالمين، يعني كلهم اقل حاجة لازم يكونوا 3، 3 4 5 6 على حسب بقى، ودي برضو ايتال زي ما احنا شايفين، تمام؟ وهكذا، ده مثلا 2 كاتب اند هوت، يعني دول معاهم عالمين موجودين وما بين قوسين ايه السنة بتاعت البحث بتاعي، تمام يا شباب. الموضوع سهل جدا في كتابة المراجع، ده بالنسبة للمراجع الانجليش. ان شاء الله فيديو هينزل لكم بكرة جديد هيكون على كتابة المراجع العربي، وعشان يوصلك الفيديو بكل سهولة ما تنساش تفعل زر ايه الجرس عشان يوصلك كل جديد، ومع السلامة وفي امان الله.